تعد الحكومة الصينية واحدة من أكثر الحكومات تشدداً في مراقبة مواطنيها، والتي قد تتحكم في أدق تفاصيل حياة الفرد الصيني. منذ عام 1958 تستخدم الصين نظام هوكو، وهو سجل حكومي لكل مواطن في البلاد، وبحسب ذلك النظام أنت ملزم بالعيش في المقاطعة التي ولدت فيها، وإذا قررت السفر والانتقال للعيش في مكان آخر فعليك تقديم طلب للحكومة للحصول على تصريح وموافقة. كان تشريع القانون بحسب تبرير الحكومة حينها يهدف لمنع سكان الريف من الهجرة إلى المدن والتسبب في نقص الغذاء. وإن رضيت بالأمر الواقع وقررت الاستقرار في مدينتك وشراء منزل، فأنت ستمتلك المنزل ولكنك لن تمتلك الأرض التي بني عليها. وفقاً للدستور الصيني، فإن جميع الأراضي مملوكة للدولة، وتمنح دولة رخص استخدام الأرض للمواطنين مقابل رسوم لعدد محدد من السنوات قابلة للتجديد. بالنسبة لقوانين المرور في الصين فهي لا تقل غرابة أيضاً، فقتل أحد المشاة بسيارتك أرخص من نجاته، إذ تدفع تعويضاً لمرة واحدة لعائلة الضحية إذا توفي، يتراوح التعويض بين 30 و50 ألف دولار، ويمكن بعدها الترافع للحصول على حكم مخفف تحت أي عذر. ولكن إذا نجا من الحادث وسببت له إعاقة فأنت مطالب برعايته وتكفل مصاريفه طوال حياته. وحدث أن قام سائق سيارة في الصين بدأس أشخاص، لكنهم اضطروا للتأكد من موتهم كي لا يضطروا لإعالتهم طوال الحياة. أما فيما يخص الإنترنت فتفرض الحكومة الصينية رقابة شديدة تمكنها من حظر أي شيء وفي أي وقت وبكل سهولة. تحظر الحكومة الصينية على المراهقين لعب الألعاب عبر الإنترنت لمدة أكثر من 3 ساعات في الأسبوع فقط، ويحظر على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً القيام بالبث المباشر على الإنترنت. وأصدرت الحكومة تعليماتها بحظر المحتوى الذي يعتبر تباهياً بالثروة، مثل مقاطع الفيديو المتعلقة بامتلاك المنتجات الفاخرة وتصوير مبالغ نقدية كبيرة يتم رميها في الهواء. وتشمل الرقابة على الإنترنت في الصين حتى بعض الشخصيات الخيالية وقصص الأطفال، مثل شخصية ويني الدبدوب التي يمنع تداول صورها على المواقع الصينية لأنها استخدمت للسخرية من الرئيس الصيني تشي جين بينغ. وهناك قصة الأطفال أليس في بلاد العجائب التي حضرتها مقاطعة هونان الصينية عام 1931 بسبب وجود حيوانات ناطقة معتبرة إهانة للبشر. وليست مثل هذه القوانين الغريبة وليدة اليوم في الصين، فقد كان في الصين القديمة قوانين أشد غرابة. في ذلك الوقت كان كشف سر صناعة الحرير الصيني للأجانب عقوبته الموت، وكان على الرجال ألا يذرفوا الدموع، وعقوبة من يفعل ذلك كانت حلق حواجبه ولحيته. ولأن أسماك الكارب تحمل نفس نطق اسم عائلة أباطرة تانغ في اللغة الصينية، كان على الجميع الإشارة لأسماك الكارب بألفاظ التبجيل والاحترام، وإلا ستكون هناك عقوبة. وإهانة الدجاج يمكن أن تعتبر إهانة للإمبراطور، ولم يسمح للناس بحمل الدجاج من قدمه وجعله رأساً على عقب. والسبب أن الإمبراطور رينزونغ ولد في سنة الديك بحسب التقويم الصيني، ومن يثبت عليه تهمة رمي النفايات في الطريق فعقوبته كانت قطع اليد. أما في يومنا الحالي فتبرر الصين قوانينها بالمحافظة على القيم الصينية وحماية ثقافة الشعب الصيني من أي تأثير سلبي خارجي.